مشاهدينا، وللحديث عن الواقع المعيشي الصعب لمواطنينا في العراق خصوصا مع حلول عيد الفطر المبارك، معنا من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. السلام عليكم أستاذ أحمد، وكل عام وأنت بألف خير. عليكم السلام وكل عام وأنتم بخير، حياك الله خير. حياكم الله. كيف استقبل العراقيون عيد الفطر هذا العام؟ هل تغير أي شيء عن الأعوام السابقة؟ هل استطاعت العائلات تأمين كافة احتياجاتها؟ نعم، كما أشار تقريركم إلى أن فرحة العيد هذا العام جاءت منقوصة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الدولار والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعني يلقي بظلاله على الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى من المجتمع العراقي. الكثير من العوائل لم تستطع تأمين متطلبات العيد من الملابس ومن الغذاء وغيرها من الحاجات التي اعتادت العائلة العراقية أن تقتنيها قبل حلول عيد الفطر المبارك. الأسعار في ارتفاع مستمر لأن 100% من البضائع المستوردة في السوق العراقية اليوم ترتبط ارتباط وثيق بسعر صرف الدولار الأمريكي، كما أن تأخر إقرار الموازنة السنوية من قبل البرلمان والمشاكل السياسية والسجالات التي تدور حول فقرات إقرار الموازنة أيضا أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، وهو ما أدى إلى تأخر إطلاق الموازنة وبالتالي شل العديد من الوزارات الحكومية والمؤسسات التي تنتظر بفارغ الصبر إقرار الموازنة السنوية. نعم، وفي هذا الإطار يعني أين الوعود التي أعلنت عنها حكومة السوداني عن نيتها القضاء على الفساد وتحسين أوضاع العراقيين الذين أنهكوا بشكل كبير منذ عام 2003 وحتى اليوم، بل تتفاقم الأمور والأزمات يوم بعد آخر؟ عفوا لم أسمع السؤال جيدا. عفوا، يعني أين وصلت الوعود التي أطلقتها حكومة السودان اليوم؟ العراقيون يعيشون أزمات متفاقمة منذ 2003 وحتى اليوم، متى سيتحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين؟ لغاية الآن الحكومة والإجراءات الاقتصادية التي أطلقتها من أجل السيطرة على تردي الوضع الاقتصادي ودعم الطبقات الفقيرة في المجتمع لم ترى النور، ولحد الآن هي إنما هي يعني وعود تطلق في الهواء فقط. أما على أرض الواقع فالوضع الاقتصادي شبه معطل. نعم، سعر الدولار يصر على الارتفاع مقابل الإجراءات الحكومية الخجولة، آخرها كان ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي عندما أشار إلى أن إقرار الموازنة سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. الدولار في ارتفاع مستمر. نعم، والوضع الاقتصادي وسعر صرف الدولار الأمريكي بيد المضاربين في الأسواق في السوق السوداء العراقي وليس بيد الحكومة العراقية. طيب، كيف ستبرر الأحزاب السياسية هذا الواقع الذي وصلت إليه البلاد؟ يعني أين برامج تنمية البلاد والنهوض باقتصادها؟ لا توجد أي برامج. يعني كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية عندما تأتي إلى سدة الحكم فإنها تحاول إرضاء الطبقات الاجتماعية التي تدعم وجودها في السلطة. ليست هنالك برامج اقتصادية لإعادة الحياة إلى المصانع العراقية المعطلة. ليست هنالك خطط وبرامج اقتصادية للنهوض بالواقع الزراعي والاستفادة من كميات الأمطار التي هطلت في الأشهر الماضية. ليست هنالك أي خطط لاستثمار هذه المياه ومحاولة الحفاظ عليها بدل أن تذهب سدى إلى شط العرب. هنالك اليوم الملايين من الدونمات الزراعية قد خرجت من حسابات وزارة الزراعة لأنها ليست هنالك مياه كافية لإرواء هذه الأراضي، وبالتالي لا توجد خطط اقتصادية حقيقية في العراق اليوم. من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.